بسم الله الرحمن الرحيم. أتواصل إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام من جديد عبر هذه الانطلاقات، انطلاقات الأصالة والتاريخ. شوطنا 14 والمخصص للجعدان، المهجنات أعلنت انطلاقته قبل لحظات. أبدأ مع المركز الأول والصدارة مع مليح للسيد عبد الله بن عبيد بن صريج الاشتبي، هو المسيطر على الأمور والمركز الأول. المركز الثاني مستحيل ليحيى بن عبد الله بن خالد البلوشي، والمركز الثالث المشير لمحمد بن محنة بن لويع العامري، أيضا يحضر حضور جميل اليوم مع المنافسات ومع المراكز الأولى المتقدمة. بينما المركز الرابع هناك التواجد والانطلاقة الرائعة من قبل نهريل محمد وسليم بن سالم العفاري. والمركز الخامس تواجد رياض لحمد بن صالح بن سعيد العذبي المري. سادس المراكز التواجد من قبل هناك اللي وصل في هذه اللحظات شاهين لحمد بن سلطان بن حمد بن سالم. والمركز السابع هناك الحضور من مياس لمحمد بن سالم الورع العامري. أما المركز التواجدات الجميلة إذا مشاهدينا متابعينا الكرام على المراكز الأولى المتقدمة. هنتقل على اللي وصل على ثامن المراكز مشغل لأحمد بلعوضي بن يحيى المنهالي. والمركز التاسع الانتقالة على مياس للشيخ نهيان بن محمد بن ركاب العامري. وعاشر المراكز ينضم ولد الخروف لجاسم بن محمد بن دغيميل العمري. هذه نتيجتنا والمراكز الأولى المتقدمة هناك والانطلاق الرائع مع هذا التحدي. أعود من جديد مع المركز الأول، أعود من جديد مع البداية والقيادة وناموس هذا الشوط والتحدي الرائع. إذا المتابعين الكرام مع انطلاقة مليح عبد الله بن عبيد بن صليج الاشتبي، هو المسيطر الأقوى على المركز الأول. ولكن المركز الثاني بدأ يهدد المشير بهذه السلالة القوية والمميزة بهذا التحدي. سلالة مشير الله يا بن الويع، حضور قوي. محمد بن محنة بن الويع العامري يقدم لنا هذا الانطلاق. بينما المركز الثالث واللي تسلل من العمق الميداني الى ثاني المراكز نهرين لمحمد بن سليم بن سالم العفاري ما شاء الله. المركز الرابع شاهين احمد بن سلطان بن حمد بن سالم. اللي حاضر ايضا في هذا التواجد، هذه المراكز الاربعه المتقدمه اللي انفردت انفراد كلي عن بقيه الحاضرين وعن بقيه المتواجدين. مياس واصل على المركز الخامس، محمد بن سالم الورع العامري. والمركز السادس وتابع النقله على تواجد مياس ايضا للشيخ نهيان بن محمد بن ركاض العامري. اما المركز السابع مشعل لاحمد بن عوضي بن يحيى المنهالي. والمركز الثامن تنافس كبير على المراكز الاولى المتقدمه مشاهدينا الكرام. المركز الثامن ولد الخروف لجاسم بن محمد بن دغيميل العامري. والمركز التاسع شاهين لمهير بن علي بن راشد الاشتبي. اما عاشر المراكز مع مفجر لمبارك بن محمد بن شيره العامري. هذه النشره يا بن الشيره على المراكز الاولى المتقدمه، النشره الثانيه على تحدي هذا الشوط. ولكن لمن الفوز؟ لمن الانتصار يا بن علي؟ لمن الانتصار ولمن الفوز؟ اعود مع المركز الاول هناك والقياده والبدايه
شاهين اللي سيطر لأحمد بن سلطان بن حمد بن سالم الروم على المركز الأول وعلى البداية والقيادة. يا هوسير يا هوسير شاهين هنا اللي يقدم هذا العرض الرائع. عصاته جوست عصاته جوست ينطلق وبدأ ينفرد ينفرد عن بقية المشاركين والمندفعين بهذا الشوط. شوف السير يتلذع هناك مشمك مشمك يا فلي خايل. سلامي على هذا الحضور الكبير في المركز الأول والانطلاق الرائع. ينطلق شاهين المركز الثاني المركز الثاني نهرين لمحمد وسريم بن سالم العفاري. ولكن يا بو يا شاهين ما شاء الله يا اندفاعه يا اندفاعه يا انطلاقه بالمركز الاول والاندفاع الاول. قفى قفى شراطير الشواهين وعقبه وصلت جعدان تتلا في سرعته حار المذيعين. هل كيف يا العربان نسلا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله على هذه الانطلاقه القويه بالمركز الاول والاندفاع الاول. شاهين وسلالة شاهين الغنية عن التعريف الغنية عن التعريف هناك مع المركز الأول أحمد بن سلطان بن حمد بن سالم الروم. سلطان هذا الشوط وسلطان المركز الأول تبارك الله. وين الثاني بعيد الثاني بعيد هناك مع المركز الأول. أعود من جديد 200 متر 200 متر يفصل لنا عن ناموس هذا الشوط وعن هذا التحدي. عند الزود عند زود عند زود ما شاء الله. تهانينا والناموس للسيد أحمد بن سلطان بن حمد بن سالم الروم على فوز شاهين وانتزاع المركز الأول. المركز الثاني المركز الثاني أحمد بن عوض بن يحيى المنهالي. المركز الثالث سعيد بن مطر بن خلفان اليابري. المركز الرابع لسعيد بن عبيد بن محمد المزروعي. المركز الخامس لمحمد بن سليم بن سالم العفاري. هذه النتيجة. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام والمراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط والتحدي الرائع. شاهين اللي قدم هذا العرض المميز بالمركز الأول هناك وهذه الانطلاقة الممتازة. تهاني والناموس لأحمد بن سلطان بن حمد بن سالم الروم على هذا الفوز.